ازيك يا شباب؟ اللي معاكم ازيك؟ هترك فيديو جديد. طبعا النهارده هنلعب لعبه جي تي اي، والموضوع بتاع اللعبه حوار كبر سي جي. طبعا الموضوع بالبت انا متاكد انه مش حقيقي، او حاسس انه مش حقيقي. ليه؟ اللي انا في كذا حاجه زي حوار شبح مايكل ده انا جربته وما نفعش، واضطريت ان انا اختم اللعبه من اول وجديد، وحاجات كبيره انا عملتها. بس طالما ما يعني ما فيش حوار شبح مايكل ده، ممكن احتمالية كبيرة ما يكونش فيه موضوع سي جي. طب الفكرة في مين وراني او مين قال لي الحوار ده؟ بص يا شباب، هو بيكون ثاني كاشن طريق بقى والحوارات دي. بص يا شباب، المفروض بيكون ايه ده؟ ولا اي حاجه حصلت. المهم في واحد في اليوتيوب كان عامل الحوار ده من فتره، يعني حوار كبر سي جي، وكان عامل جدل بقى، والناس كتير قعدت تحاول تعملها. ما شفتش فيديوهات ناس كتير، انا شفت فيديو لواحد بس اجنبي برضو، بس بيقول ان هو ملقوش، فاحنا هنجرب. وطبعا هوريكم الفيديو بيقول نروح فين الاول، بعد كده نيجي منين، بعد كده مش عارف ايه والكلام ده. يلا بينا نروح الحتة اللي هم قالوا عليها. السلام عليكم. مفروض في مجرفة هنا، او البتاع اللي بنحفر بيها. فينها؟ فينها دي اول حاجة انا مش متأكد منها، فبالتالي مش هيظهر لنا كبر السي جي، فبالتالي الراجل ده مش بياكل طعمية زي المصريين. صباح الفل، هنعمل ايه يعني في ايه بجد؟ يعني حرفيا ان انا هنتحر يا جدعان. طيب يا جدعان، للحظة معينة كده احنا هنحاول ان احنا نروح برضو المكان اللي هو راح له، اللي هو فوق الجبال، ونشوف هل في كبر سي جي فعلا ولا لا، حتى لو من غير البتاع اللي احنا جبناه دي. هنشوف، يعني هنبص كبصة. عشر او ربع ساعة لف. اخ ايه ده؟ انا اسف. كبر سي جي حبيبي. هو مفيش كبر سي جي، مفيش تحت كبر سي. طب نجرب حاجة، لاننا مش عارفين نفرقع في الكبر بتاع سي جي. سي جي ده عيل ملعون، وانا تعبت اصلا من ان انا ادور عليه. لا، وفي حاجة تانية، نحرقه كمان. ايوه احرق. او 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 ايه 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 او 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 ايوه انا اتجننت، انا او بازوكا كمان، مش بسلاح اهو. لا تولع في جهنم يا بعيد. اخيرا الكبيرة دي سبب فشل كل بني ادمين اللعبة، كل بني ادمين اللي بيلعبوها، وكل بني ادمين اللي فكروا يلعبوها. يخرب بيت سنينك. طبعا لازم اعترف برضو ان انا كنت شاكك ان ده هيكون مصيرها، يعني انا كنت عامل حساب اصلا ان الحوار ده مش هيكون حقيقي. بمعنى صح ان انا عمري في حياتي مش شفت بيجرافي. يعني الحاجة الوحيدة اللي انا استغربت منها ان الولايات موجودة هي دي عصاية البيسبول باد بويز.
دي ادينا حصل لي حاجه كده، قلت ازاي ده اصلا موجود في اللعبه، بس طلعت موجود، فقلت يمكن كبر سي جي ده يطلع حاجه حقيقيه، بس ما طلعتش. ف في حاجتين نتعلمهم من الفيديو ده، الا هو ان سي جي كابو مش موجود، تاني حاجة انك تخش تعمل فولو على انستجرام، ده شيء طبيعي يعني، اكيد المفروض كلنا نكون اتعلمنا عالمي، ده نص الكوكب عارفه الحاجات دي، مش انت بس اللي ما تكونش عارف يعني، انت كده عارف مش تمام. لازم تخش تعمل فولو على انستجرام، هتلاقي لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن.